جديدة ودابا غنداو الرياكشن ديالنا ولاد جو باريدي باراشوت بالمنطقة احمد يا اخويا المافر كبير ناري الله يسبقها فيا وحق الله يسبقها فيا كلا كلا كنتمنى تكون الاعضاء ديالك مزيانين كنتمنى ما تكونش كليتيا اوكي نيكست وان هاني الله تشفت عبوزه زيد مرت ولدي زيد زيد مرت ولدي بدا فيني العروسه بدا فيني العروسه غادي ناخذ الخدمه قول لي الله يسهل اوكي شافه وحل لي الباب الاحمر يدي حل لي الباب شوف بس لا انت لا حل لي الباب انا غتما تقليت جلس قدام لا والله حتى انا والله حتى نجلس هنا بالله لا شنو داك الشيء يا شكي ما بغاش نجلس والله شفتي هي اللي ولا لا ويا لا حمزه لا تشوفوا انا والله ما كنبغي نجلس قدام جبت لك كنجي الاولى انا كنسى بجوج حمزه اللي غيسوق بي اه كان شوف هادشي كيوت راه بحال كي خاصني نكون لي غولاس بيناتهم هكا ماشي الدباز والطايفه والروينه والحاله الا شفتي فيها شي عيب راه العيب في عينيك فين وليم الحياه غير عادله سمعت واو في الاخر يجي شي راس البقاله يقول لي لا خايب يلا زيدك معاه والله ما فيها شي عيب خرجوا لي العيب خرجوا لي العيب بغيت نشوفو تليفون الوراق والطالة شد الطالة حفرة وخاشي فيها التليفون سبع الوراق ورا القبر ثلاثة الأسئلة كان باغي يمشي للتواليت طيح ليه الصندالة فاش شدو الصندالة لقاو فيها التليفون المهم صراحة فكرة ذكية ولكن بأت بالفشل صباح الخير صباح النور كيف صباح الحمد لله سينا عاد تدخل دوز اخرج دراري الله يا ربي نجح وما بغيتش نتزوج ومن زراعه حصاد حصدتي شي حاجه حصدنا الوراق حصدنا ولا الاساتذه الدريه شبعانين سخيف كلشي سخف الدراري كيضحكوا انا ضحكت سبعه الوراق القبر وفي ثلاثه الاسئله دخلنا ريحنا خرجنا انا بغيت نعرف شنو ندير في حياتي ني مشاب عاوني كتشي في الطاوله الاولى حتى انا كنت ناعس انا يلاه فايقوني الدراري البارح قالوا لي غدا عندنا صاجي دو وليده ولا نجحت قالت لي غنعيط لك غنعطيك عجله الذبحه انت شوف صراحه والله الا بقاو في الدراري ديال الباك هاد العام والله شي واحد مدوز مزيان شي واحد ما قال شي حاجه زوينه كلهم مساكن ندوزهم كفسين اخفوا عليهم اخفوا عليهم مساكن خلي دير لهم شي حاجه يديو غير الباك بحال داو بحال ما داوش ما يطفروش ما يدفروش اخليهم يديو الباك يفرحوا وصافي مسكين هذوك مسقطين 3 سنين علاش ماكش قلقتي يا صاد غير ضحكين الضحك اوكي غير شلت كلاسي غادي تشك باينه اويلي اويلي تخيل معايا تحس بالطقة وتفيق تلقى الظلام ويلي 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 سكتي قلبية غنجرب على شي واحد شنو غنجرب على شي واحد ماشي الرجال ماشي ما حب الرجال نهار امتحان هادي سيمانة حشي مكانة عرفت شي والله اللي كنت فكرت شي النهار اللي كنت كندوز الباك دابا انا نسيت دابا ديك الموسيقى اللي كنت كندوز ديها في عقلي ولكن عقلي راه على الشعور عرفتي تخيل معايا انا باغا نكتب وكدوز لي واحد الموسيقى في راسي كدوز 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 ناري عرفتي وحق الله جات لي واحد اللحظه البكيه البكيه ماشي البكيه والله بغيت نقول صافي كنت باغا نفكر بحال هكا ناري ما كانش كون روح مشات للجيب شوفوا اش داو على الحيوانات عطاوهم تيقار واو واو شحال ديال البوليس وشحال ديال بالبال سمح لي يا خالتي بويا لا بلا يا بيان سويو لا ماري ها خويا فين لا ترى البلبال هنا في هاد البلاصه
ماشي عقدتي البنت عقدتيني تعال معاها. كيفاش خالتي؟ بزاف اصبر. ويلي كيفاش بانت لك اصاحبي؟ وش مسحور؟ بوليس وشحال ديال بالبال سمح لي يا خالتي. شنو دي؟ وين كيفاش شفتيهم؟ كيفاش شفتيهم؟ شنو عندك في عينيك؟ حدد شنو غادي تشناوي يا خونا؟ بوز عشير تاخذ 200 درهم. بوز عشير تاخذ 200 درهم. حتى حد بوز عشير تاخذ 200 درهم. ولا ما عطيتينيش 200 درهم؟ حلال عليك 200 درهم بوز ودابا بلاش بلاش. انا بعد شي حد بغيتي ما بغيتيش تمشي بحال هكا عادي سيري بوسو بلا صافي بوسو تاخذ 200 درهم عشيره روش صافي نتوما على 200 درهم واش نقسموها على 200 درهم واش نزيد هادي 200 درهم ولا تضرب انا تضحك ما عطيني 200 درهم عطيني ولدي كبر ودار عقله اهنا او ماي جاد برو هيل ناو مان يا ربي بنتين شو كيدير صاحبي؟ ما تعرف كيدير ليها صاحبي ما فهمتش كيدير شي ليها ناري كراب الله يسوي كراب اراي داك التليفون قلبو هي اول حاجه غادي نقولها لك الدوخه او خرج الدوخه تقول لي واحد الطونسيو غيتعلق من السما يا حاجه صافي صافي او لا ودي ما في حاجه زعما يا ربي موجي 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 ديك الطاجه ثاني يوم التليفون شاد ويصير يمشي كل جهه كيف المهم ضحكني واحد عم كيتلقى بوليسي متوقعتهاش منك البوليسي متوقعتهاش عمكيك ياكل ورا هاد الكلبة صاحبي انا صاحبي ماكليتي ماكلة حرام فيك وياه في لحظة من اللحظات شوفي فيه وتبسمي وعاودي دوري وجهك أكيد 99% غيسولك مالكي علاش ضحكتي قول ليه توحشتك عطيني الدرهم ملي تكوني متعشاي انت وياه في لحظة من اللحظات شوفي فيه وتبسمي اش قال لي عاود العرب ضحكتني انا اللقطة الاخرى هي اللي ضحكتني قال لي عطيني الدرهم وعاودي دوري وجهك اكيد 99% غيسولك مالكي علاش ضحكتي قول ليه توحشتك عطيني الدرهم يا صاحبي صافي هذا كان فيديو نشوفكم فيديو جاي تهلا بغيت نقول لكم واحد الحاجه اخرى بالنسبه لصحاب ديال الباك كنتمنى لكم التوفيق كنتمنى لكم تطفروا حتى الا ما طفرتوش ما يبقاش فيكم الحال راه بحال خديتو الباك بحال ما خديتوش الباك راه ما عيطتش حتى شي حاجه والله بحال خديتو بحال ما خديتوش المهم نتمنى لكم كل التوفيق باي باي.